سؤال اخير من فضلك. وبعدين معاك يا استاذ هاني، لو سمحت بقى السؤال. الاستاذ شرف فعلا ممكن يعمل كده؟ الاستاذ شرف طول عمره مثال للنزاهه والامانه، ملف خدمته في الشركه ناصع البياض. صحيح كنت هكرموه كموظف مثالي؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ واحنا مستنيين قرار القضاء العادل، وباذن الله اول ما يطلع براءه هنكرمه. تفتكر يا عيسوي بيه انه هيطلع براءه؟ جريئه علي يا سويسي، اتحجم مني. ما تروح اخد تسال رئيس النيابه. انا اسف لازعاجك جدا، مع السلامه. يلا كلمتين اهم يا عم يطلعوك براءه. الحمد لله. شد اوتونا فتح الباب، واديك سمعت اهو. انا قلت في الجرايد انك كنت انضف موظف عندي، ولحد دلوقتي انضف موظف. ده امل يا ابني، ابوك عارف كده كويس قوي. الاستاذ شبلي سيد العسوي. ازيك يا هلال؟ ازيك يا بابا؟ عامل ايه يا بابا؟ انا كويس، والله احسن لو انت اخوك رحت الجامعه. يا شرف يا اخويا ما يهمكش، ان شاء الله نبيع البيت اللي في البلد، هنقوم لك اكبر محل. يا عم ولا بيع ولا حاجه، احنا هنبيعه لعز منك، ده ملكنا من ابونا انا وانت واخواتك البنات. مش مستاهله احنا. هي اللي مش مستاهله؟ مراتك تقول لي ما تديش الفلوس للمحامي، وانت دلوقتي تقول مش مستاهله؟ يا اخوانا والله انا جايب معايا فلوس كتير من اسكندريه. سعاد قالت لك ما تديش الفلوس للمحامي؟ اه قالت لي كده، عشان عارف انها مش مستاهله. اديك شايف رئيس القطاع بيقول ايه؟ دخل يقول كده رئيس النيابه. يا سعاده الباشا، الراجل اللي اسمه فتحي الباب ده طيب جدا، ده اطيب واحد عندنا في الشركه بصراحه، احنا كلنا بنقدره وبنحترمه. وكنتوا بتجهزوا له حفله تكريم؟ ايوه يا فندم، انا اللي كلمت الاداره نكرمه على اعتبار انه الموظف المثالي في الشركه. طب يا عيسوبيه، تفتكر ليه راجل زي ده ممكن يعمل عمله زي دي؟ يختلس يعني؟ يبدد العهده. انت تشك في ان مد ايده؟ والله يا سعاده الباشا لا اعرف، قلته حكايه بقى يمد ايده ما يمدش ايده، دي ربنا وحده اللي يعلمها. طب لو افترضنا جدلا ان مد ايده، تفتكر ليه في الوقت ده بالذات يفكر يختلس اموال الدوله؟ ليه في الوقت ده بالذات تفتكر ليه؟ سعادتك عارف؟ انا تقريبا عارف، بس بسأل حضرتك. في الحقيقة أنا قدام ربنا ما أقدرش أخمن، ما أقدرش أتهم الراجل ده ولا غيره، دي شهادة ربنا هيحاسبني عليها. طبيعي يا سوبي، أنا هخمن وهسأل حضرتك سؤال تاني. اتفضل يا سعادة الباشا. تفتكر إن شرف فتح الباب حس إنه طالع معاش وإن الشركة ظلمته، أفكر إن يلم له مبلغ عشان يعيش منه لما يخرج، ممكن؟ ممكن، ده احتمال فعلا، لكن يهبش 10 مليون كتير قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد؟ ازيك يا طارق؟ ازيك يا نال؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ شرف؟ الحمد لله يا استاذة، أنا مش مزعلني غير العيال دي اللي سايبة مدارسها وجاية. معلش، بكرة يعرفوا إنها إجراءات وهتنتهي إن شاء الله ببراءتك. بص كده يا سيدي. إيه ده؟ دي مذكرة كلنا مضينا عليها زي شهادة. الا قولي، هو العيسوي بيجي ولا لسه؟ العيسوي بيجي عند رئيس النيابه، قال كلام حلو قوي للصحافه. طب يا رب يقول كمان الكلام الحلو ده في التحقيق. هيقوله يا استاذه، الراجل واضح انه عايز يخدمني. علشان كده بقى انا هخليه يمضي على الشهاده دي.